هاي، أنا مايا زنكول وأنا إلستريتر، برسم وبنزل كتب عن الحياة بلبنان. مثل ما بتعرفوا، سنة 2020 كانت صعبة علينا كلنا، بس خاصة على الولاد وخاصة بلبنان. حياتهم تغيرت فجأة، وإشياء أساسية بيحبوها كتير مثل أنه يلعبوا مع غير ولاد، يستكشفوا العالم حواليهم أو حتى يحسوا حالهم بأمان، صاروا ممنوعين عليهم. مشان هيك قررت أشتغل لأول مرة على كتاب للأطفال، قصة عروس الجبنة المحمصة. الكتاب مستوحى من قصة بخبرها لبنت اللي عمرها 3 سنين على وقت العشاء، وهي بتحبها كتير وبتضحكها كتير، فمشان هيك قررت شاركها مع غير ولاد، بركة هن كمان بينبسطوا فيها. القصة بتحكي عن بنت صغيرة بتبرم كل العالم من ورا الجبنة الدايبة اللي ضلت تمغط بالعروس تبعها. القصة هدفها توسع خيال الولاد وتسفرهم حول العالم، حتى لو كانوا مزروبين بالبيت من ورا الكورونا، وتخليهم يحلموا. الكتاب رح ينطبع بفورما للولاد ملون ومليان رسمات. مع كل كتاب بتشتروه أنا رح أقدم مقابله كتاب ببلاش لولد عايز. مش بس هيك، كمان كل الأرباح اللي رح نطلعها سوا رح نشتري فيها لعب ونوزعها لأولاد ما عندهم لعب. رح أشتغل مع جمعية Right to Play تتساعدنا بتوزيع اللعب، وكل اللعب رح نشتريهم من شركات تصنيع لعب لبنانية يلي كمان قرروا يعطونا سعر خاص. من بين هالشركات في شركة بيلدت وشركة أوتو. ب 29 دولار بيطلع لكم الكتاب مطبوع وأوديو بوك وإي بوك مع ترجمة بالإنجليزي، لأنه الكتاب مكتوب باللبناني كرمال الولاد يقروا قصة بتشبههم. وفي غير أوبشنز موجودين كمان إذا بتحبوا تساعدوا أكتر. تقدر حقق أهداف هالكامبين بدي منكم شغلتين. أول شيء إذا فيكن تساعدوا خلوا هالكتاب يكون كادو لإلكن أو للولاد اللي بتعرفون، هيك بتوفروا على حالكن برم بالكورونا عجقة سير وبتكونوا عم تساعدوا غير ولاد. نحن منوصلها دليفري لعندكن للفوفة بأمبلاج مع تاك تتكتبوا عليها لمين ومن مين. بليز طلبوها من هلأ تنلحق نوصل على التارجت. تاني شيء، ولو شو ما كان قراركن بليز اعملوا شير للبروجكت، واطلبوا كمان من اصحابكم يعملوا شير، لانه عايزه مساعدتكم تنقدر نوصل لهدفنا، ولانه الكامبين طولها بس 10 ايام تلحق اطبع ووزع قبل العيد. فيكم تتواصلوا معي على الانستغرام اذا في شي سؤال. ميرسي كتير وناطره طلباتكم.